عادل. يعني خلينا نتكلم باحترافية بقى شوية. طبعا النادي الأهلي هيتعامل مع الموقف المعاملة بتاعت كل سنة أكيد. أيوة. يعني أنا بكلمك على قراءتي للنادي الأهلي يعني، وعلى إدارة النادي الأهلي قراءتي اليوم على مدار السنين، لأن إحنا سيستم محترم طول عمره بيشتغل باحترافية. أكيد هيشوفوا الإيجابيات اللي هي بتاعت السنة كلها، وهيشوفوا السلبيات بتاعت السنة كلها. هيبقى في تغييرات أكيد زي كل سنة، وتدعمات زي كل ده سنة، ده طبيعي. وهيبقى في تكريم للي عمل واللي اشتغل كويس، وفي برضو جزاء للي اخطأ واللي عمل كده. ده هي دي الاحتراف. ولكن دي ده انا بقول لك اكلمك عن النادي، لكن وجهة نظري انا سعيد جدا بالمجموعة اللي موجودة، سعيد جدا بالانجازات اللي موجودة، لان بطولتين قارية دي حاجة كبيرة قوي، ولعبت كاس عالم للاندية وهتلعب كاس عالم للاندية ماديا ومعنويا واسما، دي حاجة كبيرة قوي. هارد لك لو كنت اتعادلت في مباراه الدوري، لا قدر الله خلق يعني الدوري ما خدتش الدوري عفوا، ما فيش مشكلة. بس هي المشكلة الكبيرة انك لازم تتعلم، انك انت لازم تمسح دموعك، او يعني عاوز اقولها مش عارف اقولها لك ازاي، انت لازم تبقى قوي جدا علشان اللي يشدك ها ما يشدكش لتحت قوي. بمعنى دي من وجهة نظري طول عمرنا بنشتغل فيها، طول عمرنا بنضرب على مدنا عشان نجيب نخلة، انت أيوه. فاهمني؟ أيوه. اللي هو ده المثل اللي بيتقال، علشان احنا بنعلى قوي 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 علشان اللي يجرجرك ما يقدرش يجيبك للأرض، ما يقدرش يجيبك تحت. علشان كده احنا أخطأنا أكتر من مباراة، أخطأنا فيها اللعيبة ما كانش عندها الروح اللي هي الكاملة في الفترة دي، وده غلط لازم يتعلموا منه. احنا بنتكلم بقى في سلبياتنا، ويتعلموا ان النادي الاهلي ما بيفرحش ببطولة. عشان كده انا بقول لك الشكل بتاعنا واحنا واخدين كاس افريقيا، وبعدين واخدين كاس افريقيا وشكلك عادي. لا كابتن احنا اساسا ما لحقناش، يعني يمكن احنا احتفلنا يوم او يومين بالكتير، ما لحقناش نحتفل باللاعبين. انا كنت بقول هنا كابتن اسلام كلمه دايما كنت بقول ايه، زمانهم دلوقتي احنا واخدين على كده من طبعا زمان طبعا. وانت موجود، انت من اكتر ناس قاد بطولات برضو مع مانو الجوزيه. كنت اول ما بتدخلوا اول ما بتاخدوا البطوله اللي بيحصل شكرا ارمي متحف. على المتحف ويلا نتكلم على دولاب. ايه دولاب على الدولاب يعني ممكن اكبر مشهد بتاع الشناوي في اوضه اللبس. صح. الناس لسه يعني لسه واخدين البطوله، الراجل خرج الصحفيين كابتن الفرقه بص وقال لهم يا جماعه طبعا بفكر في اللي جاي طبعا. هو ده النادي الاهلي، ولازم نفكر في اللي جاي عشان كده في الاخر يا كابتن اسلام احنا بنشكر المنظومه كلها طبعا على الفرحه اللي فرحانا كتير قوي، وهم برضو هيعالجوا مواقفهم في الحاجات السلبيه، وان شاء الله هتتعدل ان شاء الله. ده دايما النادي الاهلي. انا بشكرك كابتن ماهر على وجودك معانا، وكنت سعيد جدا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. شكرا جزيلا يا كابتن.